فرجعت على غزة، طبعا ما كانش في كورة في قطاع غزة، خلاص بقى. وقعدنا بعديها في الأردن بعد طول غرب آسيا دي 40 يوم تقريبا في الأردن، مش عارفين نروح غزة بحكم 40 يوم بعد ما رجعتوا قاعدين في الأردن في الأردن ما مش عارفين ترجعوا. مش قادرين لغاية ما اتدخل الرئيس محمود عباس ورجعنا. فرجعنا قعدنا طبعا فترة كبيرة ما فيش حاجة. جه أحد وكلاء اللاعبين ماجد بلعاوي من أمريكا، بعت للنادي الأهلي، كانت أزمة تقريبا كان لسه خروج عصام الحضري. عصام فكلموني، كان في 2008 بداية 2008، فكلمني قال لي الأهلي ومش عارف إيه، فبعتوا السي دي بتاعي كنت أياميها لاعب 60 ماتش دولي مع المنتخب الفلسطيني. فالكابتن أحمد ناجي كان مدرب حراس المرمى اتصل بالكابتن فكري صالح بحكم وجوده مع كابتن جوهر الله يرحمه. طبعا كان شغال في الاردن. بوجه له كل التحيه طبعا. فقال له بص انا بقالي 5 سنين بتفرج على الراجل ده بدون مبالغه، بشوف منتخب فلسطين بيلعب قدام فرق كبيره. ده الكابتن فكري صالح. الراجل ده بيلعب المنتخبات دي لوحده بحكم الضغط، يعني كنت عارف الظروف طبعاً اللي بنعيشها مع المنتخب الفلسطيني، فهم اقوى، فكنت انا اللي بتحمل الضغط. الحاجه دي فادتني، يعني فادتني كتير. تميزك يعني. طبعا الجون لما بيبقى عليه ضغط كبير فبيظهر بشكل لافت. بس فانا كلمني طبعا، طب اعمل ايه انا قاعد ما فيش رياضه غزة. فكلمت مدرب منتخب فلسطين حراس مرمى كابتن علي بدران الله يعني مسيه بالخير، قلت له عايز انزل نتمرن. قال لي ما قلت له هنجيب ملعب ونتمرن. انت على اساس هتيجي ترايل النادي الاهلي او النادي الاهلي هيجيبك وانت قاعد 40 يوم ما بتتحركش. لا يعني مش 40 يوم، اكتر كمان، اكتر كمان يعني 40 شهور، 4 5 شهور. والمفروض كنت يعني هتيجي النادي الاهلي. ما هو ده سبب الترايل. ما انا بقول لسه ما معاناه لسه ده، يعني انا بقول لك محظوظ ومش محظوظ في نفس الوقت. جيت تكلم نزلت اتمرنت، قعدت اتمرن حوالي 10 ايام. جينا بقى ازمه نطلع من معبر رفح ازاي؟ معبر رفح ده كان مقفول ما فيش بني ادم يطلع منه. اتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل رجوب اللي بوجه له كل الشكر، وكلم الوزير عمر سليمان الله يرحمه. الله يرحمه. قال له كذا كذا، فطلعني كان في كونجرس للفيفا في البرازيل، فطلعت مع نائب رئيس الاتحاد من معبر رفح. طبعا طلعت الساعه 6 الصبح. طلعت الساعه 4 العصر قبل ما عرفت اعدي. وصلت القاهره 12 بالليل، رحت النادي الاهلي، نادي الاهلي فرع مدينه نصر. 12 بالليل 12 بالليل تقريبا. قعدت هناك، كان الاهلي في اجازه، كان لسه كان الموسم خلص والنادي الاهلي في اجازه، مستر مانويل جوزيه والجهاز الفني مسافرين، وكابتن ناجي برضو كان في اجازه كان مسافر وهيجي بعد تقريبا 4 5 ايام. فانا قعدت هناك طبعا لقيت يعني مش عايز اقول لك الناس دي قد ايه اللي هناك، من اصغر واحد لاكبر واحد موجود في النادي الاهلي في فرع مدينه نصر. في استقبالك حاجه و2008 يعني دي كان فيها نجوم يعني من اول مستر مانويل جوزيه لحد يعني. انا قعدت هناك طبعا. جه كان الاهلي بيتمرن فرع الجزيره طبعا. بس هناك قعدت هناك، فجه كابتن احمد ناجي بعد 4 5 ايام. قال لي ايه الاخبار؟ قلت له الحمد لله. قال لي انت خايف؟ قلت له انا مش خايف، بس ما ينفعش ارجع. الناس هناك في غزه بداوا يوزعوا بقى حلويات، انبسط يعني. خلاص كان يعني ضجه طبعا. يعني رمز واحد فلسطيني يروح النادي الاهلي، نادي كبير زي النادي الاهلي طبعا. فقال لي بص انا جايبك واخد القرار فيك، بس انا عايز ابص على شويه حاجات فنيه. ده كابتن احمد ناجي. لانه كابتن فكري برضو قال له انا بقالي سنه ما اعرفش عنه حاجه، يعني اخر بطوله شايفها له في 2007، بقالي سنه ما اعرفش ظروفه ايه الراجل ده. فهو جابني عشان يبص ان انا اقدر اجهز في قد ايه. تاني يوم بالظبط مرنت معاه تمرين، تاني يوم رحت قابلت كابتن حسام البدري، وكان موقف رئيس نادي شباب جبليه كان موقف راقي. استاذ عيسى ظاهر قال لهم رمزي هديه للنادي الاهلي من شعب فلسطين. يعني ما فيش ترانسفير خالص. لا لا، عدوهم حاجه زي رمزيه كده للفريق هناك للنادي. اوكي. فده كان يعني ده كانت مبادره من رئيس النادي، انه كلم الكابتن حسام البدري قال له رمزي يعني اعتبروه هديه. هديه من فالنادي طبعا بكرمه بصراحه، قال لهم لا، فاحنا فدفعوا مبلغ كدعم للفريق الأول هناك في نادي الشباب مقابل انتقالي.